شيء فوق الخيال بصراحة. يعني أنا أقول لك اللي قاعد أنا أشوفه ماني مصدق. أولا سأعرض على مسرح محمد علي رحمة الله عليه وجوارنا مسرح بكر الشدي، يعني شيء ما تخيلناه في يوم من الأيام. فالحق يقال الموضوع أكبر من الكلام يعني. وده كان رأي راشد الشمراني في المجهود اللي شافه في موسم الرياض خاصة على صعيد المسرح، وده كان خلال تواجده لعرض مسرحية طرب العجة كبطل العمل إلى جانب نخبة كبيرة من نجوم المسرح منهم يوسف الجراح اللي أوقفته المسرحية عن قرار الاعتزال بشكل مؤقت. عارف لما تكون السعادة أكثر شيء بوجود مجموعة جميلة وتقدم مسرح، أنا تفرق عندي بشكل غير طبيعي، وخصوصا بعد اعتزالي. أنا اعتزلت تماما التلفزيون، اعتزلت المسرح، لكن الرجعة للمسرح هي طبعا لما نتكلم موسم الرياض معناتها في شيء منظم وشيء احترافي فوق الخيال. رقم اثنين، إنك تعرض على مسرح أستاذنا وحبيبنا الأستاذ محمد العلي رحمة الله عليه، برضه هتعمل شيء ثاني عندي مهم جدا 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 جدا. ومن أكتر الأمور اللي حمسته كمان إن العمل من تأليف مشعل الرشيد. أستاذ مشعل الرشيد هو مرشد الطلابي اللي مكتشفني في ثانوية الأبناء، فإني أقدم عمل من تأليفه هذا شيء مهم جدا. وقابلنا مخرج المسرحية عامر الحمود اللي كشف لنا حبكة القصة اللي هنشوفها على المسرح. طارب العجة هو فيعني من مسماها، هي تتكلم الحقيقة عن النجومية السهلة، النجومية اللي هي المفاجأة اللي بعض الأحيان ما يلام فيها اللي صنعت لها النجومية، لأنه الجمهور هو اللي وصل إلى هذا المستوى إلى هذه المرحلة، وحتى لو كان هو في داخله عدم القناعة في هذه النجومية، ولكن هو حيسلك هذا الخط وحيمشي معه وحيصير معه إلى أن يكون يا بعدين يقدر يصحح المسار يا حيطير بالعجة، يعني واحد من الثنتين. والعوامل كلها كانت مشجعة جدا لعبد الله عسيري علشان يشارك في المسرحية. أن يضعك الحظ تحت إدارة هذا المخرج العظيم عامر الحمود، فأنت يعني وصلت إلى زي ما يقولون ترندد. أن يضعك الحظ أيضا مع الدكتور راشد الشمراني، هذه أيضا فرصة عظيمة. أن يضعك الحظ أيضا مع الأستاذ الكبير يوسف الجراح، يا إلهي تخيل هذه الكوكبة. ناهيك عن بقية الفريق العمل من ممثلين وممثلات زي نادية غازي وعزيز الحبيس اللي كشفوا لنا عن الأدوار اللي هيلعبوها. رح يكون أختي أنا طبعا هطلع بثلاث لهجات، هحكي مو ثلاث لهجات تقريبا، يعني هحكي لبناني، هحكي سعودي، وراح احكي باللغه العربيه الفصحى، فما هحكي عنه اكثر. لازم تحضروه وتشوفوه. دوري بكل بساطه هو ممثل، يعني كاني جاي من المسرح الجاد الى فرقه مسرحيه كوميديه، وحاول اني يعني اطمح ان يكون في عرض مسرحي حقيقي واللي موجود يعني حوسه، فامتاز لهذا التضارب اللي موجود. فدائما احاول اني لا بد العرض يكون بصوره حلوه، لا بد المخرج يحترم الممثل، هذا الصراع الدائم اللي يعني ان شاء الله قدرنا ان احنا نبني قصه ومسرحيه مختلفه.